Je suis retraité pour le moment. Mais chacun touche, donc j'ai que la retraite que j'ai, les cash, alhamdoulillah, ou kafiani, bsaraha. Mais en même temps, la crèche, la walo, dari chariha, ou kulchi. وكيما كيقول كيما كيقولوا الناس زمان لبس قدك يواتيك لا روتريت اخويا دابا كنشوف لا روتريت كنشد انا 8000 درهم 8000 درهم كنشوف لا روتريت والحمد لله انا غادي حيت ما عندي لا كراله ما عندي لا كراله والو الحمد لله بور لو مومون غادي بها الحمد لله غادي على قد الحال ديالي وصافي خدامه في البيع والشراء كنبيع الرومي ديال البنات 500 درهم 600 درهم كل نهار عاوتاني ورزقه ماشي كل شيء فيكس فهمتي كنا اللي ما كنصوري حتى شي حاجه كنا اللي ما تصوري حتى شي حاجه وكل نهار ورزقه كنتمنوا يكون عندنا وكيحيدوا لنا الفراشه بعدا كنا انا دايره غير فراشه وكنتمنى من الحكومه تخلي لينا يعني تعطينا محلات حنا نترزقوا على الله الفراشه كتدخل لي شي قول شي 5000 درهم 6000 درهم بحال هكا هذه ما الا كان الايام زوينه اما لما كانت الايام ناقصه راه كيجريو عليك كتجلسي ساعه ولا شنايه كيبقى السلعه لاصقه فيك يعني كضطرك والناس خاصهم دائما الجديد فهمتي يعني ماشي دائما خاصك يشوفوا عندك هذاك الموديل لما جبتي الجديد راه يهرب عليك الكليان انا خدامه فاندوس واحد البوتيكا ديال العبايات في هذه المحل هذا ديال العبايات يعني على حسب النهار واش كنخدم يعني شحال من نهار في السيمانه وعلى حسب كاين الشهر اللي كنوصل فيه اللي خدمته كامل كنوصل فيه 4000 درهم 4500 الا ما خدمتش الشهر كامل وعندي شي غرضات ولا هذا ما بين 3000 3200 يعني على حسب شحال من نهار خدمت في الشهر شويه ما نقولش لك قادني 100% ولكن الحمد لله كنسير به راسي يعني الا ما كنشريش كل شيء خاصني شي حاجه نشري مره هاد الشهر مره الشهر الاخر اما جيت نشري كل شيء في دقه واحده ما غيقدنيش انا متقاعد تقاعد نسبي انا كنت في التعليم واحد الوقت وخرجت تكملت التعليم ديالي على غوتريت كلها الاجر ديالو حيت دابا على حسب السلاليم انا عندي انا سلم سميتو 11 سلم 11 تقاعد نسبي اذا شتي سلم 11 قلبت عليه درتي بحث في جوجل غيعطيك شحال لي سالير سلم 11 ايشيل 11 و سميتو خرج دير تقاعد نسبي الوغ كو الا كان تقاعد كامل هذيك حاجه اخرى كيكون تقاعد كامل كتاخذ 100% ديالك من السالير ديالك كيبقى لك هو كيتوشاش اني سوغا با توشي وين لا روتريت انتيسيبي كيكون واحد لو ان كار تقريبا كيتقطع من السالير هاد الاجور لا تواكب الحمله الشرسه ديال الاسعار ولا يعقل انك تقول لي كيلو ديال اللحم 120 درهم ولا 110 درهم كتقول لي الدجاج اللي كان الرجل الدرويش الفقير المسكين البوفري كان كيمشي يشري الدجاج ب 10 درهم 11 درهم 12 درهم دابا ولا 20 درهم 30 درهم يعني انا كاين صا مصيره كيدخلوا على الخط لا في اسواق الجمله ولا في الاسواق البيع بالتقسيط كاين صا مصيره وهاد الصا مصيره هما اللي كيغلوا السوق المحلي ديال البلاد